يعني عفاف، نحن دائما بنقول المعلوماتية أو التكنولوجيا بشكل عام هي لغة هذا العصر. اليوم رح نحكي أكثر عن المعلوماتية اللي هي أصبحت حاجة ماسة بكل المجالات وبمختلف القطاعات، واليوم رح نتعرف أكثر على أبرز المجالات اللي أصبحت المعلوماتية فيها. صحيح، كمان رح نعرف هذا الاختصاص شو بيضم اليوم وشو هي التطورات بالنسبة لإله وكيفية الاستفادة منه بجميع مجالات الحياة وخصوصا بالقطاعات العامة. رح نتعرف سوا على هذا الاختصاص المميز اليوم مع ضيفتنا المهندسة، مهندسة المعلوماتية ريما مظلوم، اختصاصية برمجيات. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم ورمضان كريم. رمضان كريم عليك يا رب. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني اليوم حضرتك هندسة معلوماتية اختصاص برمجيات. بالبداية نتعرف على أهم الاختصاصات الموجودة ضمن المعلوماتية. هلا كبداية إذا بدنا نقول شو هي، بس إنه هندسة المعلوماتية اللي هي اختصارها كتير آي تي بنسمعها، هي بس هندسة بتقدر إنها تخرج أشخاص عندهم كمية من الابتكار والإبداع كتير كبيرة وكتير مهمة. بالإضافة إنه بيقدروا هن أشخاص بيكون عندهم القدرة على إيجاد الحلول الضرورية والسريعة والمهمة بنفس الوقت. اختصاصاتها هن ثلاث اختصاصات، يعني في منها هندسة برمجيات، في منها هندسة شبكات، وفي منها هندسة ذكاء صناعي. ما فيني أنا إنه رتبهم يعني حسب الأولوية أو حسب الأهم، كلهم لهم أهميات بهذا الوقت. أكيد الثلاثة هن كتير مهمين بحكم إنه نحن هلأ العجلة كتير سريعة والمتطلبات كمان كتير سريعة، فالأمور عم بتكون بحاجة للثلاث اختصاصات. أكيد يعني نحن صرنا هلأ بعصر التكنولوجيا وكتير صار في تحديثات وتقنيات جديدة بتحتاج أكيد لعقول نيرة ومهندسين شاطرين. اليوم خلينا نتعرف على مواد هذا العلم وكيف بيتم تطبيقه. هلا اي شخص بده يدرس اي تي دائما بيسال هذا السؤال، انه انا شو بدي اختص، طب انا وين بدي اروح. لهيك دائما بيكون في مثل ورشه تعريفيه، طبعا هي بتبدا بالسنه الثالثه. نحن اول سنتين بندرس المواد اللي هي اساسيه بعلوم الهندسه، اكيد مثل الرياضيات، الفيزياء، اللغه الاجنبيه، هي كثير بنركز عليها. بعدين على السنه الثالثه ببلش الاختصاص. فالاشخاص اللي بترغب مثلا بهندسه البرمجيات خلينا نقول بتروح على المواد اللي فيها تحليل، فيها معرفة، حتى بيدرسوا تسويق، يعني المواد اللي أنا أعرف شو الريكويرمنت اللي بديها، شو المتطلبات اللي عندي. إجاني شخص ممكن يقول لي أنه أنا بحاجة تطبيق، فأعرف أعمل هذا التطبيق، شو المتطلبات، أنا شو الواجهات. فهي الدراسة التحليلية كلها بيقدر أنه يعملها مهندس المعلوماتي اختصاص هندسة البرمجيات. أما مثلا بالنسبة لهندسة الشبكات فهي للأشخاص اللي بحبوا الديتيلز زيادة، بحبوا التفاصيل، بحبوا أنه مثلا أنا بدي اهتم بأمور كل شيء هاردوير، كل شيء له علاقة بالشبكات، كيف بدي أعمل شبكة، ركب شبكة، أمور الراوتر، أمور السيرفرات، كل شيء أرضيات ثابتة خلينا نسميها. فهدول الأشخاص هن بيكون ميولهم أكثر لهندسة الشبكات. إذا بدنا نقول هندسة الذكاء الصنعي، يعني كل شيء without a human، يعني بلا إنسان، كل شيء له علاقة بالماشين، بالروبوت، أني أنا بس أعطي كود برمجي معين وبالنهاية الآلة هي اللي بتمشي، الماشين هي اللي بتتحرك، الروبوت هو اللي بيمشي. فهدول الثلاث اختصاصات فيهم مواد كتير كبيرة على مدى فصلين، بكل فصل تقريباً بيكون في نحن عنا ست مواد مختلفة موزعة. بالإضافة أنه نحن عندنا مشاريع فصلية، هاي المشاريع بتخول الطالب على أنه بنهاية دراسته للهندسة المعلوماتية هو يكون شخص مستقل بذاته، بيقدر أنه يعمل مشروعه الخاص فيه، يعمل التطبيق الخاص فيه، يفتح الشغل حتى الخاص فيه. بس بدي أعرف أكثر أنا وين حابة أروح. يا ترى أنا بحب أني أخوض بمجال التفاصيل فأنا بروح هندسة شبكات، أنا بحب موضوع الأكواد فأنا بروح هندسة برمجيات، أنا إلي مرأة بكل شيء له علاقة بالروبوتية مثلا فأنا بروح ذكاء صناعي. حتى هلأ عم نشهد الأطفال أنه من هلأ عم يتعلموا البرمجة والذكاء الصناعي من هذا السن، فبتتعزز عندهم مفاهيم أكثر أنه هنا شو بيحبوا، هنا وين رايحين. فأكيد المواد كتير كتير ضخمة وكتير مهمة. لا الطفل الصغير ما شاء الله بيفهم بالموبايل وكل البرامج الموجودة، وأوقات بيصلح الموبايل لأمه كمان. صح لأنه هو يعني هاي المتغيرات ونحن باللاوعي صرنا عم نمشي معها. أكيد اليوم حضرتك اختصاص برمجيات، اليوم يمكن هذا
يعتبر هذا الاختصاص من عصب الاختصاصات المطلوبة حالياً. اليوم في كتير صناعات عالمية واقتصادات عالمية بنيت على البرمجيات، وشركات عالمية كسبت ثروتها من خلال البرمجيات اللي عم تطرحها. اليوم يعني خلال الأيام الماضية شفنا بعض الثغرات اللي ظهرت، هل هذا الشيء بيرتبط بالشبكات أو بالبرمجيات؟ هلا بأي مشروع نحن دائما بحاجة السوفتوير والهاردوير، نحن بحاجة الشخص اللي بيكتب كود وبينفذ وبيطبق وبيحلل وبيعمل تيست، خلينا نقول بعدين بيطلع فيه هاي البرمجة. ونحن بحاجة الشخص اللي بده يهتم بالكيبلز، بالتمديدات، بالراوتر، بالشبكات، اكيد بالسيرفرات، بالكلاود، بالتخزين. فهن جزئين بيمشوا مع بعض بارلل، يعني بيمشوا على التوازي، بيكملوا بعض. ما فيني انا اقول انه الثغره من عند جماعه البرمجيات او الثغره هي من عند جماعه الشبكات، بس نحن دائما باي مشروع اجباري بدنا نواجه عقبات. بيرجع السبب مو لمهندس الاي تي، ممكن تكون للبنى التحتيه. نحن اذا ما عنا البنيه التحتيه مدعومه بطريقه كثير صحيه وبنيه اكيد ومؤهله بانه هذا البروجكت ينشا عليها، فأكيد بتكون سليمة. لأنه نحن صدقاً قبل أي عملية نحن بنعمل تيست مرة واثنين وثلاثة حتى نقدر أنه نطلع بأي مشروع لايف، سواء تطبيق، سواء موقع ويب سايت، سواء منظومة. كمان هلأ مثل ما تفضلتي عم نشهد شيء كتير متطور، هو موضوع الأتمتة الإلكترونية على أغلب المؤسسات الحكومية. فنحن اليوم ما بنقدر كمهندسي آي تي أنه نطلع أونلاين أو نطلع لايف بهذا المشروع إلا ما نكون عاملين تيست. بس بتصفى القصة هي قصة أنه بنى تحتية، يا ترى هي مجهزة بالطريقة الصح؟ في قواعد أساسية لهذا المشروع أو لا؟ خلينا نسلط الضوء على موضوع العقبات اللي ذكرتيها. يعني كتير بتلاقي طلاب وحتى خريجين بيواجهوا عقبات خلال دراستهم أو حتى بعد تخرجهم، ولكن الإيجابيات والسلبيات لهذا المجال للطالب إن كان أو للخريج شو هي بتكون؟ هلأ إيجابيات الهندسة المعلوماتية واسعة. أولاً اللغة، موضوع اللغة كتير مهم. ما في طالب بيدرس هندسة معلوماتية ما بيكون لغته الإنجليش توب، لأنه قد ما عطتنا الجامعة قد ما عطتنا نحن بحاجة شيء اسمه تعليم ذاتي. أنا بفتح نت، بفتح جوجل، بفتح يوتيوب وأنا بدرس لحالي. فأغلب الكورسات يلي ممكن نشوفها طبعاً اللي هي بتكون موثقة بشهادة معترف عليها بكل بلدان العالم، أغلبها بتكون هي باللغة الإنجليزية، فأنا لازم تكون لغتي الإنجليزية قوية. في حال أنا حبيت سافر مثلاً، فأنا مضطرة أني أتعلم لغة تانية. فموضوع اللغة هو رقم واحد. موضوع التعلم الذاتي، موضوع البحث، عملية البحث اليوم على جوجل هي ما أنا بس أني أنا حط الاسم يلي بدي إياه وعمل له سيرش ويطلع، حتى المفاتيح الأساسية والجوهرية لعملية البحث نحن منتعلمها. مواكبة كل شيء أبديت، كل شيء تطور، هي من الإيجابيات ومن السلبيات. إذا بدك تقولي لي شو السلبيات، بحكم أنه نحن بشيء دائماً جديد، كل يوم عنا لغة برمجة. يعني بتسأليني أنت بال 2020-2019 شو تعلمتي؟ هيدي اللغة اللي أنا تعلمتها بال 2019 يوم هي كتير قديمة وكتير ومتوقفة، يعني تعتبر وصار في أبديت، صار في لغات جديدة. فدائماً المفروض على مهندس الآي تي أنه يكون دائماً أبديت بكل شيء، علوم، تقنية ويب، أي شيء جديد، أي شيء حديث عم يطلع يكون هو دائما مواكب، سواء على السوشيال ميديا، صفحات التواصل، على المواقع الاساسيه العالميه. ما فيني اقول عن الذكاء الصنعي او مثل هلا ما عم نسمع انه باغلب البلدان الشات جي بي تي هو بلش ينحضر، الذكاء الصنعي خطر، نحن بحاله خوف. ابدا، هو بمجرد ما انه تكون مربوطه القدره البشريه على انه تتحمل التكنولوجيا تكون امورنا افضل. ابدا ما بشوف فيها سلبيات. أكيد. طيب استاذه ريما، اليوم يمكن الشغل الشاغل للناس هو كيف احمي نفسي على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن الجهاز اللي هو بين ايدي. يمكن حكينا سابقا كثير عن موضوع انه انت كشخص متى ما دخلت وعملت مصادقه للاذونات اللي موجوده على هاتفك، فانت يعني اوتوماتيكيا انت صرت مخترق، او انت سلمت بياناتك لهي الشركات والشبكات اللي هي بتعمل خليني اقول كوبي من كل شيء موجود على موبايلك وبتقدر تتحكم فيه. اليوم بهذا الوقت قد ايه مهم يكون في ثقافه ولو بسيطه عن اهميه الانتباه للثغرات اللي ممكن تنشا من دخول لروابط، من دخول لامور ثانيه. نعم، هلا موضوع
دائما هي نحن بنشوفها انه بيجينا اعلانات، بيجينا بوش نوتيفيكيشن على اي ابلكيشن، هي نحن كثير بدنا نحاول نتجنبها. اي لينكات بتجينا مجهوله المصدر او مجهوله الهويه، نحن ما المفروض ابدا انه نفتحها او نحاول، فضولنا هو اللي بيدفعنا انه نحن نجرب. في شيء نحن بنجرب فيه بيكون ضمن البيئه السليمه، في شيء كمان بيكون ضمن البيئه خلينا نقول المؤذيه بطريقه او باخرى. فالصح انه انا مثلا عندي واتساب، خلص انا عندي واتساب ما في داعي اجرب اي برنامج محادثه ثاني مثلا، ولو انه مدحوا لي في، خلص انا هذا عم بيلبي لي غرضي. هو مبدا احتياج اكثر ما يكون مبدا فضول. يعني نحن دائما حتى مهندس الاي تي بكل اختصاصاته بيتعلم شغله اسمها التسويق. التسويق بتخليه بيقدر انه يعرف الفرق بين حاجته ورغبته، على اساسها بيقدر انه يعمل المنتج اللي بده يعمله وينزله على السوق. فواحدة من الشغلات انا يا ترى شو حاجتي؟ حاجتي اني افتح هذا اللينك وصلني مسج انا صرت بعرف انه هكر. نحن كثير عم نتعرض لهي الامور، حتى الشركات عم تتعرض اليوم لعمليات تهكير كثير كبيره. لهيك نحن صار عندنا شركات اي تي مختصه بموضوع حمايه كلاود، بتحمي البيانات، دائما بيكون في عمليات نسخ احتياطي على البيانات، دائما بيكون في توعيه. نحن كثير بنشهدها، بس هي بتتطلب مننا انه نحن شوي نكون ابديت اكثر مع كل شيء جديد عم ينزل سوشيال ميديا، كل شيء جديد عم ينزل اليوتيوب، كل شيء. في اشخاص يعني مختصه عم تعمل حملات توعيه كثير كبيره بخصوص هذا الموضوع. اكيد اكيد. يعني هلا نادرا ما نلاقي شخص غبي بهي الامور، يعني بتلاقي من الطفل وانت طالعه، حتى اذا اجى وصله رابط او حدا وصله شيء ما انه يعني امن، ما حدا بيفتحه نهائيا. يعني وصلنا لدرجه كثير ممتازه انه بالتقدم والتكنولوجيا. أكيد. بدنا نتشكر حضورك معنا لليوم. ميرسي. شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. شكرا، يعطيك العافيه.